ناس كتير بتحب تروح السينما في العيد، طلبنا من الحضور يختاروا حاجة نفسهم فيها، قال يعني بنعمل استبيان. وروحنا مدينهم هدية نظارة 3D وعلبة فشار، ودخلوا الفيلم. وهما بيتفرجوا كنا احنا بنفرز البطاقات وبنشوف كل واحد نفسه في ايه، وجهزنا لهم المفاجأة. وفي وقت الاستراحة مهرجان العيد ابتدى، وكل واحد اتمنى حاجة لقاها في سوق.com. سيربرايز جدا، بس اللي عجبني فيه اكتر اللي هو كان اورجنايزد قوي، يعني فعلا الحاجه اللي انا طلبتها هي دي اللي جات لي، بس دي مش جديده عليكم، هي دي شغلانتكم اصلا، ففعلا الحاجه اللي انا طلبتها هي اللي جات لي على الكرسي بتاعي. كله مبسوط. 485 امنيه اتحققت. كل سنه وانتم طيبين مع السوق.com.